الأندية على مستوى العالم. اختاروا 4 أندية بس من أفريقيا، 4 أندية فقط من أفريقيا. يتقدمهم مين؟ المتصدر دائما والأول دائما مين؟ النادي الأهلي من مصر، والترجي من تونس، والرجاء والوداد من المغرب. دول الـ4 أندية اللي استفتاء جريدة ملكة الأسبانية لأفضل أغاني أندية على مستوى العالم. حتى هذه اللحظة النادي الأهلي في المركز 7، زي ما حضراتكم شايفين الترتيب اهو، لكن النادي الأهلي حتى الآن في المركز 7. طبعا أنا بحب أجيب لحضراتكم الاستفتاءات دي لأن النادي الأهلي دائما ما يكون ضيفا أساسيا في جميع الاستفتاءات العالمية، طبعا لأنه هناك شعبية جارفة يملكها النادي الأهلي سواء في أفريقيا أو في العالم كله، نظرا للتاريخ الكبير والبطولات التي بطولات كثيرة جدا. بقى هنقعد نعد ما من دلوقتي، هيبقى كتير صعب جدا، هنخلص الحلقة في عد البطولات. عموما ده كان موضوع برضو عايز أتكلم فيه مع حضراتكم. أيضا حصد النادي الأهلي المركز الثالث ضمن الأندية الأفضل في الشعار اللوجو متفوقا على أندية ريال مدريد وليفربول وبرشلونة، فيما تصدر الاستفتاء نادي بالميراس البرازيلي ونادي الرجاء المغربي في المركز الثاني. طيب نطلع بقى نشوف تقرير عن هذا الاستفتاء، استفتاء صحيفة ماركا الأسبانية، ونرجع بعد هذا التقرير هنستقبل دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم أرقام النادي الأهلي منذ تولي الجهاز الفني الحالي القيادة الفنية للنادي الأهلي. هل مستر مارتن لاسارتي وحش بالأرقام ولا ماشي بشكل جيد في بطولة الدوري العام؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد هذا الفاصل مع الدكتور أحمد ثابت.